الأزمة الكبيرة اللي فيها منة شلبي دلوقتي لسه ما خلصتش، ده ممكن يكون فيها حاجات تانية تأثر على حياتها بعد كده، لأنها ما أخدتش براءة بشكل كامل ولكنها خدت حبس سنة مع إيقاف التنفيذ. طب يا ترى ده بيأثر عليها إزاي؟ وإيه حكاية منعها من السفر؟ وإزاي بقت مسجلة زي المجرمين وليها كارت في الشرطة؟ أنا آية يونس وكل ده هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. الساعات اللي فاتت كان كل اللي شاغل السوشيال ميديا كلها قضية الفنانة منة شلبي، واللي كانت بتتحاكم بتهمة تعاطي ممنوعات بعد ما اتمسكت بيها في المطار وهي راجعة من بره. المهم انها في المحاكمة اخدت سنة مع ايقاف التنفيذ. هنا بقى جه الدور على خبراء القانون اللي حاولوا يوضحوا لينا يعني هي مصيرها ايه دلوقتي بعد الحكم ده، وازاي هيأثر الحكم ده على حياتها، هل ممكن يخليها تتمنع من السفر، طب ايه اللي مكتوب في صحيفة الحالة الجنائية بتاعتها. الاسئلة دي كلها عليها المحامي عصام الطباخ اللي قال ان الحكم اللي صدر على الفنانة ورغم انه مع ايقاف التنفيذ الا انه هيتم تسجيله في سجلات الشرطة كمان بكروت البيانات والمعلومات. بس لما نيجي لحكاية منع الفنانة من السفر فبيقول المحامي هاني عيد ان الحكم اللي صدر على الفنانة مش هيأثر باي طريقة او شكل ما على منعها من السفر، وان كمان محاميها ممكن يطعن الحكم اصلا اللي صدر ضدها بس ما يعديش الستين يوم. نيجي بقى للمفاجأة الكبيرة، وان ممكن الفنانة منة شلبي تدخل السجن من تاني، وانه يجوز الغاء ايقاف التنفيذ الحكم القديم اذا صدر ضدها اي حكم تاني ازيد من شهر سجن. هنا يبقى هيتنفذ الحكمين مع بعض. السؤال اللي شاغل بال الكل دلوقتي هو ليه الفنانة منة شلبي اخدت حكم بسنة سجن مع ايقاف التنفيذ وتم وقفه؟ طب ما كانت تاخد براءة من الاول وخلاص. الاجابة في القانون، واللي ادى الحق للمحكمة انها توقف الحكم على اي متهم صدر عليه حكم بالحبس لا يتجاوز السنة سجن مع تغريمه بس لو شاف ان اخلاق المحكوم عليه او ماضيه او حتى سنه ما فيهوش اي فعل فاضح يدينه، هنا يحبب انه يتم تخفيف العقوبه عليه. ده كمان ياخدنا للحاله الصحيه اللي بتمر بيها زيزي مصطفى ام منة شلبي اللي بيقول المحامي بتاعها انها تعبانه وبتنسى كل حاجه، وان منة شلبي هي اللي بترعاها وبتاخد بالها منها.